عن قيمة هذا التناغم الرائع بين أجنحة القوى الناعمة المصرية. شفنا الفنان عمر خيرت، شفنا إبداعاته الموسيقية، شفنا تفاعل الحضور، شفنا حرص الكابتن محمود الخطيب على أن يهدي الموسيقار الكبير درع وعلم النادي الأهلي، ومدى سعادة هذا الموسيقار بهذا التكريم من قلعة الفن الرياضي أيضا النادي الأهلي. عايز أقول لك يا أستاذ محمود، قمة التفاعل. يمكن جات لي رسالة على الموبايل من الوزير أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية السابق في مصر وعضو النادي الأهلي بالمناسبة، بعت لي قال لي كنت أتمنى، هو دلوقتي وزير المملكة العربية السعودية للشؤون الأفريقية، بيقول لي كنت أتمنى أن أنا أكون موجود في القاهرة لأشارك صديق عمري الكابتن حسن حمدي وصديقي المقرب الدكتور حسن مصطفى هذا التكريم الرائع من قبل النادي الأهلي. وطبعا احنا بنفتقده على فكره. صحيح. طبعا. وبعدين بيقول لي السفير احمد قطان انا هكون حريص على الحضور للقاهره قريبا لتكريم هذين الرمزين الكبيرين اصدقائه اعضاء النادي الاهلي ورموزه الكبار، ايضا عضو النادي الاهلي الاردني، عشان تشوفوا مدى تفاعل كل الاشقاء العرب مع هذا الحفل الكبير. استاذ خالد سعيد الجعبري من الاردن وعضو النادي الاهلي ايضا بعت لي رساله بيقول لي قد ايه النادي الاهلي مشرفنا وبيسعدنا. دي مش محتاجه كلام على فكره يا استاذ ابراهيم، لانه ده حفل بقيمه الاهلي، بقيمه الاهلي وبقيمه التاريخ. يعني اختيار زي ما قلنا، اختيار المكان، اختيار حتى البرنامج نفسه، وظهور احد عمالقه الفن المصري، الفن الرائع المحترم الراقي. شوف انت مقطوعات رائعه متتاليه اخذت بالناس، شوف حاله الهدوء اللي واضحه على الجميع. اعتقد انه يعني حفل الأهلي يستحقه، وحفل اللي بيتكرموا النهاردة معناه كبير جدا في الأهلي، معناه أنه الوفاء ما زال باقي، معناه أنه لسه كل من أعطى للأهلي وقدم للأهلي ولوطنه سيكون محل احترام وتقدير كبير جدا من القلعة الكبيرة هي قلعة النادي الأهلي. حرص عدد كبير من الشخصيات العامة والسادة الوزراء السابقين والحاليين، يمكن الدكتور أشرف صبحي يتقدم موجود، وعدد طبعا كبير من الشخصيات العامة على هذا الحضور بهذه القيمة. دي واضحة. دي واضحة. ما أنا بقول لك النقلة ما بين شارع الصحافة وبين شارع الموسيقى العربية. فن أهو. فرقة كعب بين الاثنين، وما بين قلعة رياضية كبيرة جدا، احد القوى الناعمه للوطن الكبير مصر. أي. ماشي، بيختار مكان مهم جدا. ده عايزين نقول يا جماعه انه الاهلي، الزمالك، المقاولين العرب وما له من صرخ، يعني صرح جامد وعام، شغل كبير جدا في الوطن الاكبر اللي هو افريقيا بالنسبه لنا. انت لما بتسافر السفريات وتشوف الناس بتتكلم عن النادي الاهلي عامل ايه، بيبقى الوضع عامل ايه، بتبقى انت تفاجأ حجم الاحترام والتقدير والشعبيه اللي وصل ليها النادي الاهلي. مش هنا بس يا جماعه، وصل مش عايز اقول اليابان كمان، في كل مكان تجد للاهلي من يسال ومن يتابع اخباره ومن يهتم به، لانه مساله تعدت مرحله من نفس المرحله الى مرحله القيمه الاكبر، الى الهدف الاسمى، الى السلوكيات، الى الانضباط، الى كلام كتير جدا بيقدمه الاهلي، لانه السفريات بتكشف المعدن الاصيل للبعثات الرياضيه، بيتبرهن على مسائل كتير بتقدمها ودروس بتعلمها، سواء انت بتتعلمها او سواء الاخرين بيشوفك بتتصرف ازاي في مواقفك، في معاملاتك، في تصرفاتك. فاعتقد انه الحفل النهارده وفقراته تسير بعبق التاريخ بالمعنى الرائع للتكريم الحقيقي، للتكريم المعنوي، يعني مزيد من النجاح للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تعالى. خطوات كبيره جدا ورسائل للشباب وللصغار ان هذا هي قيمه المكان، من يعطيه يستحق ان يصل الى ما وصل اليه الكبار الان الذي يتم تكريمه بصوره اكثر من رائعه. عايز اقول لحضراتكم هذا الحفل الانيق بهذه الصوره الرائعه جدا اللي بتعبر عن قيمه المكان، قيمه النادي الاهلي وقيمه المحتفى بهما، قيمه الحسنين الدكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي. هذا الحفل الرائع جدا بهذا المستوى ده من اخراج واشراف وتنظيم الفنان المبدع هشام جمال.
يعني لمساته بامانه لمساته ممتعه من العشره من العشره ومن قبل العشره بالظبط. حد مسكون حب الاهلي والابداع لا بصراحه لما بيحط التاتش بتاعه لا حاجه لا, لا حاجه لا حاجه هايله هشام جمال حاجه مختلفه لا حاجه لا حاجه هايله ودماغه مترتبه لا لا يعني حد مبدع في مجاله مبدع وفي جهد كبير جدا بامانه. كل ادارات النادي الاهلي النهارده عامله شيء من الابداع من الاداره التنفيذيه لاداره العلاقات العامه لكل الموجودين في النادي الاهلي القائمين على الحفل حاجه بترتيب وترتيب اكثر من رائع واخراج يعني جميل جدا زي ما بعود اقعد اكررها يليق بالاهلي كمان وبقول لك الاهلي يستحق كمان يكون في مكان احسن من كده باذن الله. وعايز اقول لك انه فريق قناه الاهلي الحقيقه هو اللي بيدير المساله في ناحيه الاشراف والتنظيم والاخراج بهذا الشكل الرائع جدا عشان الناس تشوف الاهلي في الصوره اللي يليق تليق بيه. طبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى احنا طبعا متشوقين ان احنا نسمع الكلمات اللي تقال مسكين نسمع. طيب انا سالتك قبل الفنان عمر خيرت لو كنت كصحفي التقيت الكابتن حسن حمدي في سؤال مهم قلت لي هساله عن الواقعه بتاعه حل مجلس اداره الاهلي وكيف المته جدا. طبعا. طيب الدكتور حسن مصطفى وهو ايضا قليل الظهور الاعلامي خالص. حسن مصطفى لا حسن مصطفى هساله ازاي قدرت تقنع الاوروبيين وهم فيهم ناس عنصريين جامدين جدا الواحد من العالم الثالث استطاع كما وصفونا يديرهم انه يصل ازاي يعني ايه الشيء اللي انت اكتشفته فيهم وقدرت تقنعهم ازاي بقدراتك رغم انه اللي ما يعرفش انه حسن مصطفى عشان يوصل للموضوع ده يا جماعه خد فترات كبيره جدا وصل بيه درجه انه اتعلم الماني. ايوه ها ايوه ماشي لانه كان خرج من لايبزيج انا مكان كان يعني عاوز اقول لك يعني تقل كره اليد في المانيا يعني هي المدرسه اللي الهمت زي ما بيقولوا اوروبا. كنت عاوز اساله عن يعني لما خد اول مره رئاسه الاتحاد الدولي ايه اصعب الحاجات ايه الحاجات المشكله اللي واجهته في ما اول ما قعد على طاوله الاجتماعات مع مجلس الاتحاد الدولي الكردي ايه وجهه نظرهم وانطباعهم عن الرياضه عند في مصر وفي شمال افريقيا وفي افريقيا دي برضو من الحاجات اللي انت ايه اكيد هو طبعا اتفاجئ بحاجات واكيد فيها اسرار واكيد فيها مواقف بدليل انك تستمر بترأسهم. طيب الدورات دي كلها اكيد في حاجه هنطلع لفاصل واكيد في حاجه تاني كمان مهمه بعد الفاصل.